خبرنا الثاني عن اتحاد الكره، حط بند جديد باللائحه المنظمه لشؤون اللاعبين للموسم الجاي 2019-2020 بنص على احقيه اي لاعب هاوي في الاحتراف خارجيا في حال تلقيه عرض بدون الحصول على موافقه ناديه، وده بداعي زياده عدد المحترفين. لائحه شؤون اللاعبين القديمه كانت بتتضمن بند ينص على ضروره موافقه النادي على احتراف اللاعب حتى لو عقده عقد هاوي. المهم بالموضوع ايه؟ ان انديه الدوري تحفظت على اللائحه وبدات تبعت خطابات واتهمت اتحاد الكوره انه بالبند ده بيساعد اللاعبين على الهروب.